مباراة القمة المرتقبة التي انتظرتها كل جماهير الكرة المصرية على مختلف ميولها بالتعادل السلبي ليبقى الحال كما هو عليه في صراع اللقب، حيث استمر الزمالك في الصدارة برصيد 54 نقطة فيما ظل الأهلي على بعد نقطتين منه برصيد 52 نقطة ليتواصل الصراع بينهما حتى إشعار آخر. وعانى الفريقان طوال دقائق المباراة بسبب سوء حالة الملعب وحالة الطقس التي أثرت بشكل كبير على أداء اللاعبين بعد هطول الأمطار بقوة طوال دقائق المباراة، وهو ما تسبب في صعوبة نقل الكرة على الأرض وصعوبة سيطرة اللاعبين على الكرة والتحكم في نسق المباراة. ودخل الفريقان المباراة المرتقبة بصورة متباينة تماما، فما بين استقرار الأهلي وتشكيلته الأساسية واكتمال صفوفه ومعاناة الفريق الأبيض بقيادة السويسري كريستيان جروس من الغيابات بسبب الإصابات التي أخرجت الثنائي محمود علاء وحمدي النقاز من التشكيلة الأساسية وقائمة الفريق بالكامل، ليضطر لدخول اللقاء بتغييرات في التشكيلة الأساسية للفريق بالدفع بمحمد عبد الغني في مركز قلب الدفاع وحازم إمام في مركز الظهير الأيمن. وعلى الرغم من التعادل السلبي والمستوى الضعيف التي خرجت به المباراة، إلا أن الفريقان يبدو أنهما لم يتعثرا بهذه النتيجة، فالأهلي حافظ على سجله الخالي من الهزائم مع مارتن لاسارتي في آخر 10 مباريات، والزمالك حافظ على صدارة الدوري ولم يفقد القمة لصالح الغريم التقليدي. مباراة القمة المصرية وأعرق مباريات الديربي في الوطن العربي والقارة السمراء انتهت على خير بين الأهلي والزمالك، وانفجرت براكين الحسرة بسبب الحالة التي خرجت بها تنظيميا نتيجة سوء حالة الملعب أو فنيا داخل المستطيل الأخضر. كيف أدار كلا المدربين المباراة وكيف أثرت أرضية الملعب على اللاعبين؟ من أكثر المستفيدين من النتيجة السلبية؟ وهل ما زال الزمالك في خطر؟ كل هذا يتحدث عنه رضا عبد العال نجم القطبين السابق مع إبراهيم فايق في نمبر 1.